السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وسلامة. اليوم جيت لكم بدعاء إن شاء الله بإذن رب العالمين، هو دعاء مستجاب، وهذا دعاء هو لفك أسر الأسير وفك سجن السجين المظلوم، وبنفس الوقت فك الكربة إن شاء الله. يعني دعاء مستجاب ومجرب، جربوها وإن شاء الله تستفادون من عدها، وأكيد رب العالمين هو سميع الدعاء، فاللي يدعي رب العالمين الله ما يرد دعاء أبد. وهاي الدعاء شوية طويلة، بس تقدرون أنتوا، يعني مو شرط تسووها بنفس اليوم، تقدرون تسووها على أيام، وإن شاء الله يا رب يستجاب دعائكم وينفك كربتكم. وخلي هسه نبدأ نشوف شلون يكون هذا الدعاء. هاي الدعاء أول شيء تتوضون. شلون تتوضون للصلاة؟ يعني وضوء عادي تتوضون، ورا الوضوء تصلون ركعتين، ورا الصلاة تقومون تستغفرون 100 مرة، يعني استغفار تسوون 100 مرة. ورا ما تخلصون الاستغفار تصلون على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام 100 مرة. وراها تقرون سورة الإشراح 7 مرات، ورا سورة الإشراح تقرون سورة الفاتحة 7 مرات، وراها من تخلصون سورة الفاتحة تقرون سورة الإخلاص 1001 مرة، 1001 وياه. ورا ما تخلصوها تقرون سورة الفاتحة 7 مرات، ورا ما تخلصون سورة الفاتحة تقرون سورة الإشراح 7 مرات، ورا ما تخلصوها تصلون على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام 100 مرة. وبعد ما نكمل هذولا الخطوات نقوم ندعي ونقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فأنت الفرد الصمد الواحد الأحد. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم. ورا ما تقول باسمك الأعظم تقوم تدعي بالدعاء اللي أنت تريد تدعيها. ورا ما تخلص دعائك تختمها بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا الدعاء صح مطول، تقدرون تسووها بعدة أيام، مو شرط بنفس اليوم تخلصوها. وبنفس الوقت هذا دعاء مجرب، وإن شاء الله الله يستجاب لدعائكم. ولا تنسون دائما تكثرون من الاستغفار، الاستغفار هو مفتاح اللي نفتح به أبواب السماء حتى دعواتنا توصل. فكثروا من الاستغفار وادعوا بهذا الدعاء، والله هذا الدعاء مستجاب بإذن رب العالمين، يعني عن تجربة شخصية. جربوها وإن شاء الله تدعوا لي، والله يتقبل منكم يا رب. شيرون هذا الفيديو وتوصلوه للناس حتى الكل يستفاد من عدها. ولهاي السبب أنا راح أطلب منكم أنه تخلون هواية لايكات لهذا الفيديو حتى ينرفع الفيديو ويوصل أكبر عدد ممكن من الناس، وهمنا نشروها بين الناس اللي تعرفونهم حتى الكل يستفاد من هذا الفيديو. والله يا رب يستجاب لدعواتكم ولكم الأجر والثواب إن شاء الله. وبنهاية الفيديو أشكركم على الاستماع، وأشوفكم على خير بالفيديو القادم. مع السلامة.